هاي، معكم منسة من سنابل نيوز. مؤخراً انضمت لعائلة سات 7 محطة جديدة هدفها التعليم ونشر المعرفة تحت عنوان سات 7 أكاديمي. بلش بث هيدي المحطة بأيلول 2017 وبتضم برامج تثقيفية تعليمية متنوعة متوجهة للأهل، الأساتذة، الطلاب والأولاد. وحالياً عم بيتم التحضير لبرامج تتناول موضوع التعليم من عدة زوايا بطرق مسلية ومفيدة لكل الأعمار والفئات. الهدف الأساسي لسات 7 أكاديمي هو التطور العلمي والاجتماعي والصحي ومحاولة نشر المعرفة لأشخاص ما قدروا يحصلوا على تعليم بالمدارس. وبتحرص المحطة على نشر التوعية على حقوق الإنسان وواجباته تجاه مجتمعه وأسرته. يعني بكل بساطة فينا نقول إنه سات 7 أكاديمي هي فرصة تانية لأشخاص حرمتهم الحياة من فرصة التعليم. منصلي إنه الله يبارك رسالة سات 7 أكاديمي وتقدر توصل لكل محتاج. كانت معكم منسة من السنابل نيوز.